بالنسبة للبلوسير يعني تعفيت منها رجعت مع الجروب نهار الاثنين بالكورة أخذت الوجور يعني بعد الأوجاع اللي حسيتها مع الناسيونال وكهو إن شاء الله في السنة الجاية إن شاء الله أكون على 100% مع جورجيس صحيح لازمنا نعملوا يعني بون ديريكسيون يعني مع جورجيس باش نظهروا يعني الرأي العام وجمهور النادي الإفريقي اللي نحن يعني نحن شامبيون هكا إن شاء الله كيما تكونوا حاضرين ونجيبوا تروا بوان من جديد. صحيح بعد عام عديت عام بعيد على الفريق الكاب ترين مع السكواد الحمد لله واحد رجع خدم على روحه ورجعت للكيب سينيور وإن شاء الله واحد زاد يخدم على روحه في البقرة. شوف اليوم فما منافسة عنديك برشا ديجا مش بنيان وفاروق بنيان وفاروق الحمد لله السويدي سيف الأحول احنا تو نعيشوا أربع خوات ديجا ما تحسش فما حتى فما ساعات منافسة عنديك فما منافسة الحمد لله يا رب اليوم أربع قوات نحبوا بعضنا نخدموا مع بعضنا نعاونوا بعضنا وعندنا أوبجيكتيف واحد مصلحة برشا ديجا مصلحة الاتحاد الإفريقي واللي نونتر اللي يشوفوا حاضر وينجم يعاون ليكيب ان شاء الله ربي يوفق الجمهور النادي الافريقي كلمه واحده تحب نوصلها يصبر معانا ويصبر معانا من ناحيه اللي من نسب الناس اللي باش تغلط الناس اللي باش تصير مع ينجم سبحان الله ان الواحد يكون مش في نهاره اما الحاج نقعدوهم بهم ان شاء الله قلت ربي نتوجوا في اخر سيزون ان شاء الله نعاون نفرحهم في التعامل.